ذبح عبد الله على صدره الشريف، وضع يده تحت نحره امتلأ الدم، رمى بها نحو السماء قائلا: أون علي ما نزل بي أنه بعين الله. رمى الدم نحو السماء، لم ينزل منه قطرة واحدة. والله تلقى حسين دم الطفل بيده، شحال اللي يقتل بحضنه وليده يقولون الحسين من شدة ألمه. أي مصيبة هاي؟ إذا طفل عادي يموت، واحد يجرح قلبه وفؤاده، شلون يذبح على صدر أبيه؟ الله أكبر، الله أراد أن يخفف على الحسين. بلسان فاطمة الحسين يقول: سمعت هاتفا من السماء. يقولون سمع الحسين هاتف من السماء ينادي: ولدي حسين. الله يا زهراء، ولدي حسين دعوا إن له مرضعة في الجنة. عاد به الحسين إلى المخيم، يوصل على باب المخيم ويرجع. ليش؟ لأنه وعد الرباب، ووعد الحر دين، ولكن رباب رباب ما تلومينه. الآن وعدك هو وحي، أما بعد أن ذبح من الوريد إلى الوريد انتفى الوعد بعده.